على عمان اخرهم هم شكرين سياحة للبيتية انا بتبرع تحليقي إلى سماء الريادة لتمر 10 سنوات من الطيران وتتلون السماء بألوان طيران الناس ونصنع جميعا مع داعمين وشركائنا نقلة نوعية في صناعة الطيران والنقل الجوي ونغير من فكرة السفر عبر الطائرة لتكون خيارا أولا للسفر. كل هذا حدث في 10 سنوات فقط. 10 سنوات تمكنا فيها من منافسة الجميع والصعود على منصات التتويج والفوز بالجوائز العالمية. نحتفل في هذا اليوم في عمان والتي كانت من أولى المحطات التي وصلت لها رحلات طيران الناس وما زالت تثبت نفسها كمحطة متفوقة دائمة التطور. نحتفل بمرور 10 سنوات هنا في عمان مع الداعمين ومع الشركاء مع الذين كانوا العامل الأكبر في هذا النجاح رغم كل الصعوبات والعقبات. نحن هنا اليوم لنبارك لكم مسيرة 10 سنوات ونبقى على عهد أن نواصل هذا التميز وهذه الروح والخبرات التي نثق بها والعزيمة. أهلا بكم جميعا في هذه المناسبة السعيدة ونبدأ هذا الاحتفال بكلمة قائد المسيرة والداعم الأول لنا جميعا لتحقيق المزيد من سنوات النجاح الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس الأستاذ بندر بن عبد الرحمن المهنا. فليتفضل مشكورا. مرحبا بكم أجمعين، مرحبا بنائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد العتيق وجميع الزملاء في سفارة خادم الحرمين الشريفين. مرحبا بالسادة في هيئة تنظيم الطيران المدني وشركائنا وداعمي نجاحنا السادة في مالترانس للسياحة. كذلك أرحب بالسادة منسوبي مطار الملكة عليا الدولي في عمان. مرحبا بكم أجمعين، أهلا بكم جميعا وحياكم الله في احتفالنا اليوم في بلدنا الثاني في العاصمة الأردنية. لم يكن قدومنا الأول في طيران ناس لعمان، بل كان قدومنا الأول في بدايات تأسيس والانطلاق. في يوم 17 جولاي 2008 كانت الرحلة الأولى لطيران ناس من الرياض إلى عمان، وبعد سنة وفي يوم 1 جولاي 2009 كانت الرحلة الأولى لطيران ناس من جدة إلى عمان. كانت عمان إحدى المحطات التي راهن طيران ناس على نجاحها منذ البداية، منذ أن تأسس طيران ناس في 17 فبراير 2007، حيث كانت عمان من أوائل المحطات التي سافرت إليها رحلات طيران ناس واستمرت حتى يومنا هذا بأكثر من 3400 مقعد كسعة مقعدية أسبوعية، وكل هذا يعود إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية والسياحية التي تمتلكها العاصمة الأردنية.
والتي تبرز وتتطور يوماً بعد يوم، وتتحقق النجاحات وتجذب الاستثمارات من مختلف المجالات. إننا في طيران ناس وبعد مضي 10 سنوات على انطلاق رحلاتنا وتحقيقاً لإنجازاتنا الكبيرة جداً مقارنة بعمرنا القصير، ومنافستنا لشركات طيران تصل أعمارها لعشرات السنين، فإننا متفائلون بمستقبلنا ومتفائلون برؤيتنا، وأننا نسير بشكل حثيث نحو الريادة، لا سيما مع الخطوات الاستراتيجية التي نعمل عليها، حيث وقعنا مع شركة إيرباص في يناير الماضي من هذا العام عقد شراء 120 طائرة من نوع 320 نيو بقيمة إجمالية تفوق 8 مليار دولار، وسيكون تسليم أول دفعة من هذه الطائرات في عام 2018 في شهر يوليو إن شاء الله. لنكون من خلال هذه الصفقة، لنؤكد من خلال هذه الصفقة أننا عازمون على أن نكون أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وسنلعب دوراً رئيسياً في تطوير النقل الجوي في المنطقة لتعود علينا وعلى شركائنا بالخير والمنفعة. إن شركة طيران ناس بعمر 10 سنوات استطاعت ولله الحمد الصعود على منصات الجوائز والتكريم في مختلف المناسبات والتصنيفات، ومن أرقى وأعلى مقدمي الجوائز على مستوى العالم، يعتبر دافعاً قوياً لنا للاستمرار في تحقيق النجاحات وحصد الجوائز، حيث حصلنا مؤخراً في شهر جون الماضي على جائزة سكاي تراكس لأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2017، وذلك في معرض باريس الجوي العالمي. أنا أتحدث هنا بصوت زملائي في طيران ناس، والذين ينقلون لكم التحايا والتبريكات بإتمامنا 10 سنوات من إطلاق الرحلات واستمرار النجاحات. زملائي في طيران ناس والذين يعملون كفريق واحد كأسرة واحدة، يرون النجاح والتفوق هو الحل الوحيد دائما. لذا فأنا واثق ومتفائل في مستقبلنا ومستقبل عملنا ونجاحنا مع وكلائنا، واستمرار دعم شركائنا لنا لنواصل النجاح سويا. شكرا لكم جميعا، وشكرا لحضوركم ومشاركتكم لنا في مناسبتنا السعيدة. شكرا. سعادة السيد محمد عطيق وأعضاء السفارة السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة السيد بندر المهنا الرئيس التنفيذي إدارة ناس، سعادة المدير العام السيد كول، الإخوة والأخوات أصحاب السعادة والعطوفة والسيادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في حفلنا هذا الذي يقام بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس طيران ناس. إنه لمن دواعي سروننا في شركة مالي ترانس أن نقف اليوم بينكم بصفتنا وكلاء طيران ناس منذ بدء تسيير رحلاتها للمملكة الأردنية عام 2008. ونؤكد هنا على عمق العلاقات مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وعلى التعاون المشترك والداعم لنا في الأردن، والذي كان من ثماره هذا التمثيل لطيران ناس من قبلنا. ولقد سعينا في شركة مالي ترانس لخدمة المسافرين على طيران ناس منذ بدء التمثيل في الأردن، ولا زلنا على عهدكم بأن نبذل قصارى جهدا لخدمة المسافرين على طيران ناس، إضافة لكافة الشركات والمكاتب المحلية التي تعتمد على طيران ناس كخيار مفضل لها ولعملائها الكرام. وقد نتج عن هذا التعاون معكم نجاحات متتالية ساهمت في زيادة حصتنا السوقية في الأردن. فقد بدأنا عام 2008 بتسيير 4 رحلات أسبوعية من عمان، ووصلنا الآن إلى 21 رحلة أسبوعية. وقد أثبت طيران ناس قدرته على تلبية حاجات المسافرين خلال العقد الماضي، ونعدكم أن نبقى عند حسن ظنكم وثقتكم بنا دائما. وختاما، وحتى لا نطيل عليكم، نشكر حضوركم جميعا وتشريفكم لنا، وتمنى أن تتمتعوا بأوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل الداعمين شكرنا العميق وفخرنا بتعاوننا معهم، فلتسمحوا لنا بأن نعبر لهم بالامتنان والشكر. فليتقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس الأستاذ بندر المهنا، والرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بول بيرن لتكريم الشركاء السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتسلم درع التكريم السيد محمد العتيق.
تنظيم الطيران المدني، ويتسلم درع التكريم الكابتن هيثم مستو. ويتسلم درع التكريم السيد أمجد المظفر بالنيابة عن المدير العام. ويتسلم درع التكريم السيد باسم الغلييني. ما بدأت الشركة في عام 2007 كان الخطة أنها تكون بيورلي كشركة اقتصادية low cost carrier، لكن وجدنا أن السوق يحتاج إلى نمط جديد مختلف عن النمط الخاص بشركات الطيران الاقتصادي، أنه بيكون نوع من الهايبر اللي هو بين الليجاسي وشركات low cost carrier. من ذلك الوقت في عام 2010 عملنا ريبراندنج وعدلنا البرودكت الخاص بطيران الناس، بحيث انه قدمنا درجة رجال الاعمال، وهي درجة خاصة بشريحة معينة نستهدفها. ضم للأنباء قمر الحقيقة.